شكرا. أود في البداية أن أرحب بكم وأشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في فعالية النسخة الأولى للمنتدى الوطني للمدرس الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. وبنفس الحدة يطرح سؤال مدى انعكاس التحولات المجتمعية والثقافية والتطور العلمي المتسارع على وظائف المدرسة وعلى قدرة المدرسين على التكيف مع المتغيرات ذات الصلة بالقضايا الحقوقية والثقافية والاجتماعية في عالم سريع التحول. كما يطرح على المدرسة تحدي الاستجابة للملائمة لحاجيات والانتظارات المديحة والمتزايدة للأسر، ولا سيما الرفع من جودة الخدمات التربوية المقدمة للمواطنات والمواطنين بما يتيح لهم آفاق الاندماج والارتقاء الاجتماعي. أيها السيدات والسادة، في هذه المناسبة الأولى من نوعها أغتنم الفرصة اليوم للتذكير بسياق إحداث مؤسسة محمد السادس من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه للعرش سنة 2000، إذ جاء ذلك مواكبة لمسار إصلاح المنظومة التربوية منذ البدايات، وكذا تجسيدا للإرادة المولوية في توفير خدمات اجتماعية لأسرة التعليم مع عائلاتهم اعتبارا لدورهم الأساسي في تحقيق الإصلاح المنشود. منذ ذلك الحين شرعنا في تنزيل ترسانة من الخدمات الاجتماعية الحيوية الرامية إلى مواكبة الاحتياجات ذات الأولوية.